أسهل وألذ بريوات وقنينطات مالحين بحشوة في متناول الجميع بلا كثرة القوام والمقادير بدون قلي، مع طريقة الاحتفاظ بهم في المجمد بلا ما يترتقوا أو ينديو. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج علاش لا باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومئات ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى مع اليوم اللي يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. وكالعادة قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. أول مرحلة كنقوم بها هي تحضير الحشوة. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا مقلات، كندير فيها واحد الكميه قليله ديال الزيت، تقريبا واحد 3 او 4 ديال المعلقات كبار ديال الزيت، وعندي حبه بصل واحده اللي قطعتها لشرائح رقيقه، درت غير حبه بصل واحده. البصله راها غاليه وانتم لكم الاختيار. غادي نديرها على النار، يعني ما كنضيف ليها حتى شي حاجه ديال التوابل غير الزيت فقط باش كتذوب لينا او كطيب لينا دغيا دغيا كطيح. من بعد ما كتشحر لينا كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني كتبان لينا وكتحمر لينا وكتعلق، يعني ما ليوهاش ني او باينه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا 250 غرام ديال الدجاج، صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات صغارين، يعني قطع مربعات صغار. كنضيف هنايا رشه من الملح حسب الذوق، شويه ديال الابزار، وعندي هنايا الربيع اللي قصته رقيق رقيق. ديروا غير كثروا الكميه ديال الربيع، كيزيد لهاد الحشوه واحد اللذه رائعه جدا. غنوضع المقلاه ديالي على النار اللي تكون مهيله بيد ما يتشحر ليا هنايا الدجاج. فهاد الاثناء هذه ما كنضيعش نهائيا الوقت. عندي هنايا الشعريه الصينيه اللي وضعت هنايا جوج مربعات، يعني جوج مكعبات من العلبه اللي كيكون فيها داك المكعبات ديال الشعريه عفوا الصينيه ديال الارز، يعني اللي كبيت ليها الماء طايب مزيان مزيان غليان وخليتها ترتاح تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. صفيتها مزيان من الماء وقطعتها بواحد المقص او بالسكين او نخدمو حتى بيدينا الا كانت دافيه، يعني باش ما تحرقناش. من بعد كنضيف ليها داك الحشوه، يعني داك البصل مع الدجاج، وممكن تضيفوا حتى التوابل ديال السمك اي العطريه ديال الحوت، كتجي خطيره جدا. يعني ما تقولوش راه فيها الدجاج ودرنا التتبيله ديال السمك، غتجي المذاق ديالها كيجي مميز بالنسبه للناس اللي مجربينها. غادي يردوا عليا في التعليق، يعني كنديروا الحامض مصير، كنديروا الزيتون، كنزيدوا نضاعفوا الكميه ديال الربيع، كنديروا حتى الكامون. انا درت غير خليتها بالنكهه ديال الدجاج، وانتم لكم الاختيار في الحشوه. كذلك كنضيف هنايا واحد شويه ديال فخوماج ديال الموتزاريلا، اللي ما بتوفرش عنده ممكن يدير غير فخوماج مثلثات، تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال القطع ديال فخوماج مثلثات اللي كنقطعوهم مكعبات صغار وكنضيفوهم لهذه الحشوه، كتجي رائعه جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحرك الكل جيدا، كنسبقوا نحضروا الحشوه هي الاولى باش كتدفى لينا او كتبرد لينا، ما يمكنليناش نخدموا بها وهي سخونه، سينو غتقطع لينا الورقه. كنشرح بالنسبه للمبتدئين، بعد ما حضرنا الحشوه كنوضعها جانبا. عندي هنايا الورقه ديال البسطيله اللي كنشريها انا جاهزه، كناخذها يعني على هذا الشكل هذا، يعني اللي فيها 28 سنتيم ديال القطر ديالها، يعني اللي فيها 28 سنتيم. كناخذ هنايا القطعه ديال البيتزا او شي سكين اللي يكون حاد غير ما يكونش فيه سنينات باش ما كتشرشمش لينا ملي كنبغيو نقطعوها بهذه العباره هذه، يعني كنقطعها على زوج نصفين او على اربعه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطع الورقه ديالي على اربعه وكنحتفظ بها في بلاستيكه باش ما تقصحش لينا او ما تنشفش لينا. كناخذ الكميه اللي غادي نخدم بها كيف ما كتشاهدوا معايا فوق سطح العمل، وكنشكل هنايا بودانات او حريبلات، وبلا ما نستعن بالدقيق او بياض البيض باش كنقفلوهم او كنسدوهم. انا عندي هنايا الورقه يلا خديتها باقه جديده، يعني يلا حضراتها السيده باقه في هذيك الكميه، ملي كيحضروها كيدهنوها بالزيت. الا كانت عندكم الورقه ناشفه ضروري ما تدهنوها بواحد الكميه ديال الزيت باش كتجمع لكم بكل سهوله وكتسد بلا ما تستعينوا لا بدقيق ولا بياض البيض كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. كنجمعها بكل سهوله وكتسد ليا. بالنسبه للناس اللي غيطيبوهم في الفرن، الا كنتو غادي تقليوهم ضروري غتستعينوا اما بالدقيق او بياض ديال البيض. بالنسبه اللي غنطيبوهم في الفرن ما كنستعن بحتى شي حاجه، كيتقفلوا لي وكيتسدوا بكل سهوله. من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي بالنسبه لهاد الحشوه والكميه ديال الورقه اللي خدمت بها، كيلو قل ربع، كيلو قل ربع اي كيلو لاروب ديال الورقه كفاتني في هاد المكونات وهاد المقادير. كيف ما كتشاهدوا معايا كنسفهم في اللاطه وكندهنهم واحد شويه من فوق السطح ديالهم بالزيت. كنفرش هنايا البابي
غنحبسو فوق اللاطا او كانت هاللاطا ديالي بشويه ديال الزيت، وغندخلهم للفران اللي سخنته مسبقا يعني على درجه حراره 180. مجرد ما كندخل اللاطا ديالي للفران كنقص لادنى درجه، لانني ما عنديش الغرض نطيبهم تطيبه كامله، لانني غنحتفظ بهم، بغيت غير نشمعهم. هنايا كنمروا نحضروا البريوات ديالنا المثلتين، وكنوري الطريقه بالنسبه للمبتدئين. هنا الورقه عندنا قسمناها على زوج ماشي على اربعه، لاننا صيبنا داك البودانات قسمناها على اربعه، وهذه غنقسموا الورقه ديالنا على زوج. وكنتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح، يعني ملي كنقسموها على زوج كنجيبوا داك الطرف اللي كيكون على شكل نصف دائره هو اللي كنطويوه كامل، يعني كنطويوه حتى للجهه الاخيره. ثم كنديروا الحشوه ماشي في الاول ديال الطرف ديال الورقه، يعني كنكحزوا واحد شويه وكندلتوهم بهذه الطريقه بكل سهوله. وكذلك ما كنستعل لا بدقيق يعني بداك الخليط ديال الماء والدقيق، ولا بياض البيض، وكيتقفلوا ليا بكل سهوله كيف ما قلت لكم، لان الورقه ديالي باقا جديده يعني باقا فيها ديك الكميه ديال الزيت. ممكن ترجعوا دهنوها بالزيت الا لقيتوها ناشفه او يابسه. وكنتمنى الصوره تكون واضحه اكثر من الشرح. كيف ما كتشاهدوا معايا هي هذه هي الطريقه باش كنجمعهم، سواء كنت غنطيبهم في الفران او في المقله، كيجيو معمرين من جميع القنات وكيجي هذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما كنكملهم كاملين كيف ما كتشاهدوا معايا، كذلك كنوصفهم في اللاطا اللي كنكون مفرشه اما بابي كويسو، هذا ديجا خادمه به ما كنرميهش، كنديرو بحال هاد المسائل، او ندهن اللاطا ديالي بشويه ديال الزيت. كذلك كندهن هاد المثلثات ديالي او البريوات مالحين بشويه ديال الزيت، وكندخلهم الفران غير يتشمعوا تقريبا المده باش يتشمعوا لي على نار مهيله ما تزاوش 5 ديال الدقائق. 5 ديال الدقائق كيكونوا تشمعوا لينا، اي 4 طيبه، ما نقولوش نص طيبه، 4 طيبه، يعني الورقه كتولي لنا ناشفه ويابسه. بحال منين ما كنغطيوش الورقه وكنخليوها في الهواء فوق سطح العمل كتكرم لينا او كتيبس وكتنشف. بهذه الطريقه بغينا نحصلوا عليهم باش نحتفظوا بهم في المجمد لاطول مده ممكنه، وكيبقاو بنفس القوام ما كيترطقوش لينا وما كينديوش لينا في المجمد، وكنجبدوهم مفرزين حبه حبه. انا طيبت غير تقريبا واحد جوج حبات من كل حاجه، طيبت هنايا اللي طيبتهم تطيبه كامله باش تشوفوا معايا الحشوه كي كتجي، والقرمشه ديالهم كتجي رائعه جدا. ومنين نبغيو نحتفظوا بهم في المجمد لمده اطول نخليهم حتى يبردوا، يعني ملي كنخرجوا لاطا من الفران كنخليهم حتى كيبردوا لينا تماما. كناخذوا هنايا الاكياس البلاستيكيه اللي كندخلوا المجمد وكنوضعهم بهذه الطريقه هذه، يعني كنستفهم، ممكن نديروا حتى وحده فوق وحده، ما كاين حتى شي اشكال، يعني ملي كيتجمدوا لينا راه ما كيلصقوش نهائيا، لان كيكون واحد المشكل ملي كنحضروهم ما كنديروش لهم هذه الطريقه ديال ربع طيبه، ما نقولش نص طيبه، ملي كنديروا في المجمد بحال كينديو لينا كتفزق لينا داك الورقه ديال البسطيله وكتبقى تشرق وكتثقب، ما كنحير واش نقليوهم او ندخلوهم الفران، ما كيبقاش الشكل ديالهم مزيان، ولا قليناهم كتبقاو يترتقوا في المقلات لانهم كيكونوا بحال اللي تنداو او شربوا الماء ديال البروده ديال الكونجيلاتور. كيف ما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقه غادي تحتفظي بهم لاطول مده ممكنه وكيبقاو مفرزين من اروع ما يكون. غتجبدي الكميه اللي بغيتي وبالقياس اللي بغيتي مباشره، كيف تجبديهم ما تخليهم لا يرتاحوا ولا ديكونجيلاو، كيف تجبديهم ديريهم في اللاطا وتشعلي عليهم الفران اللي يكون مهيل، وكيطيبوا كيتحمروا كيجيو من اروع ما يكون. وهذه هي الطريقه باش نحتفظوا بهم لاطول مده ممكنه. ممكن تصيبي الكميه اللي بغيتي، انا شاركت معكم غير الطريقه ديال الاحتفاظ، وبالنسبه للحشوه لكم الاختيار. نتمنى من كل قلبي ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارطاج علاش لا، باش تعم الفائده على الجميع. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.